شوف كل الاعلاميه ساعات بتجيب الاحداث. الاتحاد الاوروبي ينسى والجيران بتاعنا الجزائر تشهد اللي الشعب هذا شعب عظيم. احنا شعب عظيم، احنا من ما نشبهوش، سامحني ولو مش غلطين في الواحد، احنا ما نشبهوش الجيران نتاعنا لا للجنوب ولا في الغرب، سامحني ما نشبهوش. انا كي نقول لك رانا مدينه كاديكس في اسبانيا عندها 11 قرن قبل المسيح بنيناها احنا، رد بالك احنا عملنا ملقا عندها 8 قرون قبل المسيح. التوانسه لازمهم يعرفوا الموضوع هذا، عندك جرونات 5 قرون قبل المسيح. عملنا مدينه كالياري بنيناها احنا، عملنا مدينه ترابني، عملنا مدينه باليرم، عملنا مدينه سوران، عملنا مدينه كارتاجين، عملنا مدينه برشلونه عملناها احنا. احنا راهو كيف كان عندنا المسخون يطلع 3 و4 و5 دقائق، الناس تعيش في الغابه، يعيش يباتوا في الاشجار في الجيران تاعنا، راهو عندنا في جيراننا وفي اوروبا يباتوا في الشجر. راهو راك انت يا تونسي لازم تعرف روحك اللي انت جاي معاها من 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 ظهر شعب عظيم. احنا شعب عظيم، فما شكون يبعث لي يقولوا لي راهو جيراننا قاعدين ياخذونا في الماكله نتاعنا ويبنيوا فيها ارواحهم واللباس. ما يقلقنيش، احنا داير، احنا اللي بنيناه احنا في تاريخنا. الامم اللي دايره في سواء في اوروبا في افريقيا في اسيا ما نجموش يبنيوا، فهمت كذا؟ اللي بنيناه احنا ما نجموش يبنيوا. اخر معلومه نقولها لك في المجال هذا، اللي الحروب اللي عملناها احنا راهو لصالح الحريات في اوروبا. كانت روما تهاجم في اسبانيا وتهاجم في فرنسا بالدول، ووصلت حتى كانوا في بريطانيا والشمال والمانيا. كانت الوحيده القوه اللي وقفت في قدامها وكسرت لها شوكتها هي كارتاج. والحروب اللي صارت راهي كلها اساسها هي دفاعا على الشعوب الاوروبيه. راك شيء كبير وراو معناها احقاق الحق. كان السكان المانيا تو الحاليه وسكان بريطانيا وهولندا وفرنسا واسبانيا كانوا جنود معنا، راهم كانوا ضد روما، كانوا جنود معنا وكانوا عندهم ايمان حاجه اسمها كارتاج اللي دوله عظيمه، فهمت كيف؟ وانا نتكلم فيك لليوم في اسبانيا كل عام لليوم يحتفلوا بكارتاج، يلبسوا لباس تاع كارتاج، يخرجوا في الشوارع تاع كارتاج. اللي احنا نسينا الموضوع هذا لانه نساوه لنا، لانه مختلف الاحتلالات اللي صارت علينا حتى الاستقلال تاعنا ما فكروناش فيه، ما عرفوش يتخباوا علينا، فهمت كيف؟ احنا من اعظم الشعوب اللي جابها التاريخ. دونك هذا التفكير الجيران تاعنا اللي هو قد ما تعملوا قد ما تاخذوا الماكله والباس راكم ما توصلوناش، فهمت كيف؟ هذه ملاحظه اولى.